اهلا بيكم مشاهدينا عين على البرلمان. فقرتي النهارده بتمس كل بيت، كل مواطن، لان هي بتتعلق بالصحه. واول ما بنذكر كلمه الصحه بيجي في ذهن حضراتنا وحضراتكم على طول المشاهد السلبيه اللي احنا كنا بنعرضها، واللي برامج كتيره حقيقه بتعرضها عن حال المستشفيات الحكوميه ومستشفيات المركزيه وطوابير الحصول على لبن الاطفال المدعم، غلاء الأسعار، الدواء، وغيرها من القضايا اللي هناقشها في حلقتي وفي حواري مع النائب مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة. سيادة النائب برحب بحضرتك، مشرفنا. أهلا وسهلا بكم سادة المشاهدين. يعني سيادة النائب، ملفات كثيرة جدا، يعني هي أوسع من أن يتم الرد عليها كلها في وقت الحلقة، لكن حضراتكم في لجنة الصحة بتشتغلوا على الملفات المتعلقة بسلامة المواطن، بصحته، تطوير آليات بالتعاون مع وزارة الصحة إلى آخره. أبرز الملفات اللي بتشتغلوا عليها إيه دلوقتي؟ هي الحقيقة الملفات كثيرة، يعني ملف الصحة ملف ضخم جدا، مثقل وضخم، والحقيقة فيه في حاجات كتير قوي قوي محتاجة فتح أبواب، ومحتاجة طرق، ومحتاجة علاج، ومحتاجة تفكير كمان غير تقليدي وغير نمطي، لأنه احنا بقالنا 30 40 سنه الحقيقه بننزل بمستوى اداء الصحي تدريجيا، الى ان وصلنا الى مستوى صعب او انه يستمر بهذا الشكل، انه صحه مصر فعلا ما هياش جيده، وفي خطر في المرحله اللي احنا فيها، فمحتاجه ان تتضافر كل الجهود عشان نقدر نشتغل فيها شويه. تمام. انا على الرغم ان انا استاذ بكليه الطب وممارس للطب وعارف كل، لكن هي من خلال اللجنه، لا احنا في عندنا مشاكل كتير قوي 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 قوي. يمكن اهمها يعني نقدر نلخصها كده في كذا حاجه، في ثلاث حاجات: مشاكل اداريه، مشاكل تمويل، مشاكل بيرسونال. طيب انا عايز اتكلم على قانون التامين الصحي الشامل، باعتبار ان هو يعني يهم كل الشعب المصري، الصحه حالها بيهم الشعب المصري كله. والصحه هي دايما الحاجه اللي بتتقال ان لا الغني فيها مبسوط ولا الفقير فيها مبسوط. طبعا. قانون التأمين الصحي الشامل أو الأمل بيهدف ليه؟ اللي كلنا بنحلم بيه. نعم. أو الـ الـ الهدف اللي كان عبد الناصر من 1964 تخيل قال إحنا عايزين تأمين صحي شامل. تتخيل إنه من 64 لغاية النهارده ما يتعملش تأمين صحي شامل، يبقى في حاجة غلط. هو بيهدف لحاجة معينة. التأمين اللي موجود عندنا دلوقتي، التأمين الصحي اللي بيخدم 55% من سكان مصر، بيأدي دور، لكن ما تقدرش تعتبره تأمين صحي حقيقي، ولا تقدر تعتبره تأمين صحي يغطي بالشكل الكافي، لأنه ما عندوش حاجات كتير ناقصة عشان يبقى تأمين صحي قوي. ونغطى ما بيغطيهاش بالشكل المرضي. طبعا طبعا، لأنه بينقصوا الكثير. ويمكن هنتطرق لحاجة كمان بعد شوية هنقولها من الأسباب اللي مش مخليه يأدي دوره. تمام. التأمين الصحي اللي موجود دلوقتي، تأمين صحي، هيئة تأمين صحي تابعة لوزارة الصحة، بتمولها وزارة الصحة، والعاملين فيها أو اللي بيقدم الخدمة من خلالها مستشفيات وزارة الصحة، واللي بيراقب عليها وزارة الصحة. تمام. يبقى اللي بيمول واللي بيخدم واللي بيراقب وزارة واحدة. من المستحيل الحقيقة أن تكون الخدمة كويسة طالما أنت نفسك اللي بتراقب نفسك، وأنت نفسك اللي بتمول نفسك، وأنت نفسك اللي بتخدم. ده مستحيل تدي في الاخر يعني مردود جيد. صحيح. صحيح. صعب قوي. صحيح. فالقانون التامين الصحي الشامل اللي بنفكر فيه من زمان، هدفه الاساسي ان تفصل التمويل عن مقدم الخدمه عن اللي بيراقب. تمام. فيبقى اللي بيمول واحد، اللي بيخدم ناس ثانيه، اللي بيراقب ناس ثالثه. طيب اللي بيمول هنا اقتراحكم يكون مين؟ في الـ الاقتراح ده مشروع بقانون هيقدم من الحكومه، واحنا قريناه وحطينا عليه تعديلات، وناس كتير طرحت، ونقابه الاطباء ناقشت فيه، والمجتمع المدني خد نقاش، وهياخد نقاش تاني في اللجنه لما يدخل لنا ان شاء الله. الـ 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 الاساس المقترح التمويل هو الهيئه العامه للتامين الصحي، هيئه ولا تتبع، تكون هيئه مستقله، مستقله لا تتبع وزاره الصحه، وزاره الصحه، ولكن تتبع رئيس الوزراء مباشره. ودي اللي هتتولى التمويل، تيجي تتعاقد مع المستشفيات الخاصة، وهتتعاقد مع المستشفيات الحكومية، وهتتعاقد مع كل المراكز الطبية اللي بتقدم خدمة، طالما المراكز دي على جودة معقولة أو بتواكب
معايير الجودة المطلوبة. اللي هيأدي الخدمة مين؟ مستشفيات خاصة، مستشفيات جامعية، مستشفيات تعليمية، مستشفيات يوم واحد، مستشفيات حكومية، مستشفيات، كل المستشفيات اللي موجودة في مصر هتقدم الخدمة للتأمين الصحي. كويس، مش هتبقى ما عادش بقى عندي مستشفى التأمين الصحي اللي مليان رخام ده ومنظر لكن ما فيهوش حاجة جوه، ما عادش هيبقى حاجة اسمها مستشفى التأمين، لا كل مستشفيات مصر، كل مراكز مصر، كل مؤسسات مصر الطبية اللي بتقدم خدمة طبية ذات جودة هتتعاقد معاها الهيئة العامة للتأمين الصحي عشان تخدم المواطن المصري. لأنه التأمين الشامل ده معناه إيه؟ التأمين الشامل معناه إنه هيشمل كل المصريين 90 مليون. تمام. بموجب حمل حضرتك للرقم القومي. حضرتك هنا شايفي من القاهرة، سافرت أسوان تعبت. محدش ينفع يقول لك ارجع بقى مدينة نصر البتاع بتاعك وخد الدفتر بتاع المكان اللي انا تعبت فيه قدرات في اسوان. هتدخل بالبطاقه بتاعتك بالرقم القومي بتاعك في كود معين، هتتعالج وتاخد كل حاجتك وترجع لانك مؤمن عليك تامين شامل في كل مصر. ده ممتاز جدا، ده الفكره اللي ده اللي هيمول منين؟ من اشتراكات ال 90 مليون. لانه دلوقتي بيحصل اشتراكات من عدد قليل جدا، وفي فلوس له مش قادر يجيبها، وفي فلوس ما بتتحصلش، وفي ويعني اللي افشل مثلا مشروع او قانون التامين الصحي للفلاحين انه ما التامين مش عارف يجيب فلوس، مش قادر اليه لاخذ حقه من الاشتراكات. في القانون ده لقيته الاليه؟ طبعا خلاص الاليه هتطبق. حضرتك ما تقدرش تطلع شهاده ولا تقدر تعمل حاجه ولا شهاده ميلاد لابنك ولا 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 الا بموجب ان يبقى لك تامين. تمام. يعني هذا تامين شامل الزامي. الزامي بمعنى مش بمزاجك. يعني انا مامن في شركه تامين عالميه كبيره جدا ودافع 30 40 الف جنيه عشان يتامن عليا وعلى اسرتي. وماله، هتدفع برضو قيمه ال 4% من دخلك للتامين الصحي بتاع مصر، لان دي حاجه اجباريه عشان تتمم بيها يعني معايير اقامتك في مصر او عيشتك في مصر او شغلك في مصر او حياتك في مصر. فاصبح مفيش لا مناص من انه اي حد هيدفع. تمام. ما عدا برضو ده في القانون الجديد الغير قادرين، والغير قادر هو اللي دخله اقل من 1200 جنيه كتعريف. لكن في فئات كمان دخلها اقل من كده او ملهاش دخل، هتتحسب برضو بطرق اخرى سواء من التضامن الاجتماعي او يعني هنقدر نحسبها. الامراض المزمنه مش هيدفع، اشتراكات هيتعالج على حساب الدوله، والمعاشات دول الثلاثه هيتعالجوا على حساب الدوله. تمام. في التامين الصحي برضو، لكن اللي هيدفع اشتراكاته الدوله. مش هو. دون ذلك كله هيتعالج من خلال اشتراكاته اللي بيدفعها، ال 4% المقرره على كل فرد هيدفعها، والاشتراكات دي هتعمل مبلغ الى حد ما مش بطال يقدر يعمل، مع تبرعات، مع مجتمع مدني، مع حاجات كتير بتقدر تزق في عجله التامين الصحي. في نقطه مهمه قوي انه تكافلي، بمعنى انه ال 4% بتاعتي هتختلف عن 4% بتاعت واحد تاني، هتختلف عن 4% بتاعت رجل اعمال بيدخل كام مليار، بتختلف عن واحد بيدخل 1000 جنيه واحد بيدخل 10. فال 4% بتاعت الناس اللي معاها دخل كبير قوي اكشولي حقيقه هتعالج اللي دخله قليل وبيصرف 4% قليل. يعني واحد ال 4% بتاعته مثلا 1000 جنيه، واحد ال 4% بتاعته ممكن تخش في 2 مليون جنيه او مليون جنيه. فلما تيجي تحسب المليون ده هيعالج كام واحد بالالف؟ هيعالج له 100 واحد وهكذا. تمام. فده هنا تكافل. يعني انا باخد من كله عشان اعالج ده. علاج بقى كله، علاج ودواء كله، كل حاجه. تمام. بص، مفيش في العالم كله نظام زي اللي عندنا. يعني مفيش في الدنيا دلوقتي خلاص ان حضرتك ناس بتعالج على نفقه الدوله، وناس بتعالج تامين صحي، وناس بتعالج على حسابها الخاص، وناس بتتعالج في مستشفيات وبعصره المستشفيات تعليميه وجامعيه وجراحات اليوم الواحد. كل ده هيتلغي بقى، كل ده خلاص هيبقى هيئه عامه طبيه واحده بتجمع كل المستشفيات. طيب الناس اللي تابعه الهيئه تابعه هيئه ايه؟ تابعين لاي هيئه مؤسسه بتعمل، هي بتعالجهم صحيا بتخفيضات وبتديهم كتيب والقصه دي، ده حاجه غير التامين الصحي. هي حر لكن هيأمن. مفيش حاجه. بص حضرتك، ما انا قلت لك حتى مش هيئه، ده انا قلت لك الناس اللي بتامن بره وبيدفع 30 40 الف تامينه هيدفع تامين كده كده هيدفع. وانا بقى كمريض ليا الحق ان انا اختار. حضرتك عندك الحق في اختيار المكان اللي هتعالج فيه. لكن برضه بس حتى وفقا لده حضراتكم كل المستشفيات اقدر ادخل اتعالج فيها؟ طبعا، بس في معايير. يعني انا عندي المستشفيات الحكوميه هتبقى الستاندرد
بتاعي او الاساس. فهقول لحضرتك عندك المستشفيات دي كلها تقدر تعمل لا قدر الله عمليه كذا ب 10,000 جنيه. لكن لو حبيت تعملها في المستشفى الفلاني الخاص اللي هو اعلى شويه فندقيا اعلى لكن اكيد طبيا مش اعلى لان في معايير جوده هتطبق على ده وعلى ده وعلى ده. فندقيا اعلى هتدفع 15,000 جنيه. فحضرتك ليك 10,000 عندنا في التامين. خدهم واحنا هنبعت بيهم تحويل على المستشفى الثاني وادفع حضرتك الفرق ال 5,000 جنيه اذا عايز تعمل. فانت وفقا لرغبتك في المستشفى هتختار. اذا مستشفى تبع السعر اللي منصوص عليه في التامين التعاقد الاساسي خلاص انت هتروح تعمل العمليه وتطلع سليم ان شاء الله معافى بدون ما تدفع ولا مليم. انت اخترت مستشفى في فرق بينه وبين الستاندرد بتدفع الفرق. في حاجات مثلا في مثلا حاجات زي الاشعه المقطعيه زي الاشعاعات زي التحاليل زي الحاجات دي كلها. انت متخيل حضرتك النهارده المريض السنان يعني في حاجات بيبقى فيها فيز زياده او فيها دفع حاجه زياده نسبه. لكن انت متخيل النهارده الناس بتروح تكشف في مستشفى حكومي بتدفع جنيه. تذكره جنيه عشان الزحمه قوي اللي موجوده بيبقى 40 50 واحد قدام الدكتور فالدكتور مش هيقدر الحقيقه يعمل دايجنوز مش هيقدر يشخص تشخيص تام من الزحمه. فيقول لك انا اعمل حاجات تساعدني، روح اعمل لي تحليل دم كامل، روح اعمل لي مش عارف ايه، روح اعمل لي اشعه سونار، روح اعمل لي اشعه بالموجات الفوق بالموجات الوسطيه، اعمل لي اشعه سي تي وهكذا. فاللي دفع جنيه ممكن يكلف الدوله هنا 600 جنيه 600 جنيه تمام؟ عشان يتشخص. لانه لو الدكتور شافه هو لوحده او شاف خمسه سته هيقدر يشوفه بالراحه ويقدر يشخصه كويس ويقدر ما يحتاجش كل هذه الفحوصات اللي ملهاش اي لزوم الا مثلا فحص واحد او كده. الفحوصات دي كلها عشان وبرده ناحيه ثانيه المريض بيروح يطلب منه يقول له اعمل لي. يا دكتور انا عايز اعمل اشعه مقطعيه على يا دكتور انا عندي بطني فيها شويه تعب كده عايز النبي اعمل موجات فوق صوتيه على المعده وعلى الجهاز الهضمي وعلى الكلام ده كله. لانه متاح. ففي الحاله دي الحاجات دي هيبقى لها رسم بره الاشتراك. يعني هتعمل مثلا اشعه مقطعيه ممكن تدفع 30 40 جنيه. هتعمل معرفش تحليل طبعا الاسعار دي انا بقولها نموذج مثال. هتعمل تحاليل ممكن تدفع 10 جنيه 20 جنيه وهكذا عشان يبقى اولا بتحجم من من من, من كم التحاليل الكتير اللي ملهاش اي لزوم بتتعمل والحقيقه دايما بتطلع كمان نيجاتيف وما تطلعليش حاجه خالص. وفي نفس الوقت بترجع بعائد انه لو انا هفضل اصرف 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 كده مفيش حاجه الصحه مكلفه. يعني الصحة عشان أعالج في تكليف في تكلفة في نقطة تانية في مرتبات بتتاخد والأطباء اللي بتشتغل دي في التأمين الصحي دلوقتي بيشوف 40 حالة بياخد 5 جنيه في الجلسة ولا حاجة كده. يعني سوري حاجات يعني ما يقدرش. طب ليه ما بتتكفلش بنفسها يا فندم؟ المستشفيات والمؤسسات الطبية دي ليه ما بيحصلش زي بره تتكفل هي بنفسها وتطويرها؟ لا تتكفل ازاي وانت الدستور بينص على ان مجانا مجانيه التعليم ومجانيه الصحه او الدواء. فهتتكفل ازاي؟ احنا بنقول مجانا بس يبقى فيه نوع من المساعده دي هتقنن من خلال التامين الصحي الشامل. كده حضرتك وضحت لنا قانون التأمين الصحي الشامل والقصه المتعلقه لسه بقى حاجه واحده بس الرقابه هتبقى تابعه لرئيس الجمهوريه وجهاز رقابي بره الموضوع خالص. ممكن يبقى ليه لجنه رئيس الجمهوريه ولا رئيس الوزراء؟ رئيس الجمهوريه. لا ما هو شوف حتى التبعيه يعني التمويل تابع رئيس الوزراء وتابع الهيئه العامه للتامين الصحي. الخدمات تابع لوزاره الصحه. كل المستشفيات وكل الحاجات دي اللي هتقدم خدمه تابع لوزاره الصحه. المراقبه هتبقى تابع للسيد رئيس الجمهوريه وهيتعمل جهاز رقابي خاص لهذا الموضوع بعيد عن دول وعن دول. هنا هتبقى عين اللي بيراقب مفيش علاقات تسمح بان اعدي لك حاجه او فوت لك حاجه. الهيئه المستقله دي عايزه تستمر كويسه وتدي فلازم هتعمل تمويل صح ومش هيبقى فيه اهدار للمال العام. الخدمات هتهتم انها تقدم خدمه ليه؟ لانه ما عادش هيبقى في مجال انك انت تشتغل الا من خلال التامين الصحي. فاذا المؤسسه دي المستشفى الفلاني ما اداش الخدمه كويسه ومستواها هبط عن الجوده المطلوبه هيلغوا التعاقد معاه في التامين الصحي هيقعد كانه خرابه ما بتكسبش حاجه. وبالتالي كل المستشفيات الحكوميه منها والخاصه هتتبارى انها تقدم خدمه كويسه للمريض وتحاول ترخص وتحاول تتعامل كويس وتتعامل مع المريض معامله تليق بمواطن مصري. الهدف من التامين ده كله كله ان يعامل المواطن المصري ويعالج دون اذلال دون حاجه دون
دون تباطؤ وطوابير ومعامله سيئه. ده اهم من ده كله، دون الاحتياج لواسطه للعلاج. قاسيه جدا انك تحتاج واسطه عشان تتعالج. هرجع بعد الفاصل اتكلم مع سياده النائب الدكتور مجدي مرشد رئيس لجنه الصحه عن المستشفيات الجامعيه وحال المستشفيات الجامعيه بعد الفاصل، خليكم معانا. من جديد اهلا بكم مشاهدينا، حواري مع رئيس لجنه الصحه الدكتور مجدي مرشد عضو مجلس النواب ورئيس لجنه الصحه. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن قانون التامين الصحي الشامل اللي اخيرا هيكون موجود في مصر باذن الله وهيطبق بعد ما يصدر القانون قريبا. برحب بحضرتك مجددا. اهلا وسهلا بيك. فاضل نقطه واحده حضرتك كنت عايز تتكلم فيها عن موضوع المستشفيات والتامين الصحي. كل النقطه دي هي نقطه التامين الصحي الحالي اللي بقول لحضرتك ما عندوش امكانيات، ما عندوش حاجه، بيحاول انه يخدم على قد ما يقدر، لكن خدمه طبعا ليست مرضيه لا للمواطن ولا للعاملين حتى في التامين الصحي نفسه. القضيه الكبيره انه سنه 2015 كان حصل اقتراحات كتيرة لتنمية موارد التأمين الصحي. المهم انه لجان اجتمعت مع لجان ومستشارين اجتمعوا مع مستشارين ووزارة المالية ووزارة الصحة، قعدوا ضيعوا شهور طويلة جدا وطلعوا بقانون 12 لسنة 2015 اللي بيقول المفروض كان يقول ان هياخدوا 50 قرش على كل علبة سجاير فيها 20 سيجارة ضريبة خدتها وزارة المالية وتقول أيوة. للتأمين الصحي. وانتوا عايزينها تاني من وزارة طبعا المالية. طبعا خدتها وزارة المالية لأنه لم يذكر نصا إنها للتأمين الصحي. الحقيقة احنا دلوقتي التأمين الصحي بينهار. لجنة الصحة عندنا الحقيقة برضو دي حاجة عايز أقولها، إن اللجنة احنا عندنا 36 عضو برلماني في اللجنة. الحقيقة مش عايز أقول قد إيه وطنيتهم، قد إيه شغلهم، قد إيه غيرتهم على مستوى الخدمة الصحية والكلام ده كله والزيارات المنزلية الميدانية اللي بيعملوها والحرص و فاحنا اللجنة بتغلي من هذا الموضوع، إن احنا تقدمنا أو أحد الزملاء عندنا في اللجنة الزميل النائب هيثم الحريري تقدم بإعادة تعديل القانون 12 باضافه التامين الصحي الشامل والاثر الرجعي المترتب عليه عشان ناخد ال 1.6 نرجعها للتامين 1.6 من غير تفرق. الدكاتره ما عادش بتاخد مرتباتها وبتسيب الممرضات، يعني التامين الصحي ما عادش. وايه الرد من الماليه؟ الماليه قالت فعلا عندنا المبلغ، والمبلغ في الحفظ والصون، وسقط سهوا ان احنا نحط كلمة التأمين الصحي بس، معلش دي حاجة لكن سهل قوي يتعمل تعديل تشريع. طيب واحنا عندنا تعديل التشريع، هذا الكلام تم في اللجنة. طب انا بأمهل حضرتك اسبوع تبعت لي تعديل بتشريع عشان نشرعه ونطلع قانون جديد يجيب فلوس. قال لي ان شاء الله يتبعت. طبعا عدى 10 ايام ما اتبعتش، فابتدينا احنا نتحرك بتعديل تشريع من عندنا من خلال النائب هيثم الحريري اللي مضى عليه 100 عضو في البرلمان. الغريب جدا انه هذا المشروع بقانون تحول الى لجنه الخطه والوزن. ودي يعني التحويله ما كانتش، فلجنه الخطه والوزن رفضت لان هي مش لجنه معنيه ولا لجنه متخصصه، لجنه متخصصه هي الصحه او الاقتصاديه. يعني يا دي يا دي. فعملنا طلب تاني بالامس برضه، اللجنه اصرارها الرهيب على انها تجيب فلوس للتامين الصحي عشان يشتغل. عملنا طلب تاني ومضى عليه 63 نائب امبارح وقدمناه لرئاسه المجلس، والحقيقه اتكلمت مع رئيس المجلس وهو متجاوب في الحاجات دي جدا الاستاذ الدكتور علي عبد العال، ووعدني انه هيبقى معانا قلبا وقالبا في محاوله استرداد ال 1.6 مليار اللي ممكن تمشي التامين الصحي الحالي شويه لغايه ما نعمل الخطوه الجايه ان شاء الله. ممتاز. نتكلم على حال المستشفيات المركزيه وحال الخدمه المقدمه من الاطباء والتمريض وما يحدث في المستشفيات الحكومية والمركزية. اسمح لي حضرتك، بينضم لنا على التليفون الدكتور هشام عطا مساعد وزير الصحة للتنمية البشرية. يا دكتور برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم، استاذي مشاهدين استاذ الحاضرين اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. يعني دلوقتي انا ضيفي رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب دكتور مجدي مرشد. طبعا تشرف بيه من الناس الافاضل الحقيقة. يعني ايه اللي مطلوب؟ ايه اللي مطلوب من لجنه الصحه في مجلس النواب؟ هو انا عايز اقول حاجه بس عشان برضو نبقى فاهمين الموضوع مع بعض. مجلس الشعب ده النبض بتاع الناس. بين كلنا النبض بتاع الناس. النبض
احنا لينا طريقه تنفيذيه بنشتغل فيها. قد يكون في بعض الامور وبعض التشريعات القديمه او القوانين. ايوه هي دي بقى اللي انا عايز اعرفها، هي دي اللي انا عايز اعرفها. حضرتك قول لي بنتناقش فيها، ممكن بنوصل لحل، هم بيبتدوا يشتغلوا عليه او يعرضوا عليه وبنتقدم فيه. يعني بتبقى الامور بينا عباره عن حلقات بتكتمل عشان الترس يمشي او العجله تمشي. تمام، حضرتك قول لي ايه اللي حضرتك بتتمناه لكي يكون الحال افضل من خلال لجنه الصحه وتشريعات مع وزاره الصحه؟ يعني انا لسه سامع دلوقتي مثلا موضوع التامين الصحي، وكان في محتاجين تدعيم للتامين الصحي، دي من الحاجات المهمه جدا في الحقيقه، لغايه ما احنا دلوقتي في عرض القانون التامين الصحي عشان يبتدي يطرح للمناقشه وان شاء الله يخش في حيز التنفيذ او اجراء اي تعديلات عليه. ده كله ده اللي بيقوم به مجلس الشعب. احنا بنطرح القانون او بنطرح الموضوع وهم بيبتدي يناقشوا بوجهه النظر الاخرى، بنوصل للنقاش ويبتدي العرض بعد كده. واحنا في كذا موقف مع اعضاء مجلس الشعب او مع لجنه الصحه، فبتشرف ان اروح عندهم وبنوصل لحلول. وطبعا بيبقى في طلبات كثيره من هنا ومن هنا ومن هنا وشكاوى من كل الجهات. احنا بنحاول نوضح الصوره، احنا بنعمل ايه، طب احنا عايزين ايه كمان. لا في عجز اطباء، في عجز تمريض، لا احنا بنعمل كذا، التكليف كذا، الاعداد عندنا كذا، وبنبتدي نقول لا ممكن نعمل تشريع معين بطريقه معينه او بنقترح قرارات معينه او تعليمات معينه، نبتدي احنا نخش في اطار التنفيذ بعد الاتفاق مع لجنه الصحه. ولو احتاج الامر ان هم بيساعدوا مجلس الشعب نفسه لو محتاجه تشريع، يبقى هم بيبقى دورهم ده عشان تكتمل المنظومه. واحنا كلنا بنشتغل على اساس ان احنا في الاخر مصلحه المريض، لان احنا كلنا واحد، يعني كلنا اصحاب المكان وكل الناس بتوعنا. يعني يا دكتور حضرتك برضو كل الكلام ده كلام عام جدا. حضرتك قولي احنا علشان نرفع عايزين نرفع مستوى الصحة في مصر ومستشفيات في مصر المركزية والحكومية كيف تنهض وكيف ترتقي، سواء كان بقى الطبيب يبقى مستريح، التمويلات موجودة، المريض مبسوط، يعني ايه اللي يحصل؟ حاضر، بس عشان اوضح برضو، احنا دايما احنا بنشتغل على كذا محور. المحور الاولاني المحور بتاع البيئه بتاعت المستشفيات نفسها او البنيه التحتيه بتاعت المستشفيات نفسها. عندنا كم كبير من المستشفيات في تهالك، في مفيش صحه لمده سنوات كثيره. احنا ابتدينا فعلا في مستشفيات هنا احنا نخلصها، واحنا يمكن في 2017 ممكن نوصل الكلام ده اتعرض قدامهم مع الوزير، عرض قدامهم يمكن في حوالي اكثر من 100 مستشفى. ان شاء الله في نهايه 2017 هيتغيروا تماما بتجهيزاتهم الجديده. وطبعا في خطط لمستشفيات اخرى هنبتدي فيها السنه الجايه طبقا للموازنات اللي عندنا. فاحنا بنقول لو قدمنا الموازنه يبتدوا هم يتكلموا على هذا الاساس عشان يساعدونا، عشان ندخل باقي مستشفيات، ندخل نجيب تجهيزات اخرى. احنا بنتكلم على ان احنا نزود الموازنات بتاعتنا يعني حضراتكم عايزين موازنه زياده من وزاره من لجنه الصحه؟ بالتاكيد هم بيشتغلوا على هذا الكلام او بيحاولوا يساعدونا في الكلام. تمام. طبعا دي من الحاجات المهمه. الحاجات الثانيه بالنسبه للاطباء، ان احنا عايزين نزود بعض الحوافز للاطباء خصوصا في مناطق النائيه وخصوصا في بعض الاماكن عشان نبتدي حتى نزود بدل التفرغ، نزود عشان نقدر يبقى في انضباط للاطباء والفنيين والتمريض، ان احنا بنزود الحوافز بس من قبل. طيب النقطه المتعلقه ان القرى والنجوع وما فيهاش دكاتره وما بيروحوهاش دكاتره، النقطه دي ازاي تتحل؟ لا، ان هو احنا دلوقتي يعني انا عايز اقول لحضرتك ان 80% من المشاكل دي مشكله الاطباء، لان بيبقى في فترات بيبقى اطباء التكليف اقل من العدد اللي مطلوب للوحدات الصحيه. فبالتالي الطبيب بيبقاش وحيدتين، يعني واحده واحده جنبه بيتنقل بينهم، فطبعا دي مشكله. لكن احنا في الفتره اللي فاتت احنا حصل ان احنا كلفنا اعداد كبيره من الاطباء، حوالي
8000 طبيب تقريبا. فدول كلفوا، دول سدوا عجز كبير جدا، نسبه العجز قلت قوي، بالاضافه لتعاقدات للاطباء في الوحدات الصحيه عشان نقدر نسد العجز ده. المستشفيات احنا ابتدينا نعمل بروتوكولات مع بعض كليات الطب على اساس ان هم يدونا، يعني في بروتوكول تعاون ما بين الاساتذه الافاضل اساتذه كليه الطب او المدرسين، ان هو بيدونا الخدمه ويدربوا الاطباء اللي موجودين، وده في اطار التدريب اللي هو هيئه التدريب اللي معالي الرئيس الوزراء تكرم وطلع قرار دي قيد التنفيذ ان شاء الله. في خطوات كثيره قوي في التدريب عشان برضه نرفع مستوى الاطباء، وفي نفس الوقت نقدر ندي خدمه كويسه في هذه المستشفيات. تمام، بشكرك شكرا جزيلا دكتور هشام عطا، مساعد وزير الصحه للتنميه البشريه ومسؤول عن هذا القطاع المهم. الموازنه، عايزين موازنة وعايزين نزود حوافز الأطباء. لا، ما هي دي هم يطبقوها كقرارات عندهم. طب استاذن حضرتك ناخد كمان بس علشان يعني نجيب مرة واحدة، دكتور حسام عبد الغفار كمان أمين عام اللجنة العليا للمستشفيات التعليمية والجامعية. الجامعية. دكتور حسام برحب بحضرتك. أستاذ شريف تحياتي لحضرتك ولمشاهدي حضرتك، وتحية خاصة جدا للأستاذ الدكتور مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان. اهلا بحضرتك دكتور حسام، تحياتي دكتور. يعني كنت انا شرفت بلقاء حضرتك قبل كده، واتكلمنا كثيرا عن المستشفيات الجامعيه وحال المستشفيات الجامعيه. حضرتك في نقاط محدده، وحضرتك متحرر من كل الرسميات، حضرتك تقول ايه لدكتور مجدي مرشد رئيس لجنه الصحه؟ احنا عايزين 1 2 3. أقول إنه من تطوير المنظومة الصحية زي ما ذكرت كثيرا مع حضرتك، إنه يحتاج إلى في 4 أركان: متلقي الخدمة ومقدم الخدمة والمنشأة والتجهيز والقوانين والقواعد الحاكمة. خليني بس الأول أتكلم على القانون اللي أنا دايما بنساه، اللي أنا يعني عايز أفتكره، قانون اللي من أيام الرئيس 65. القانون 65. 65. فإحنا القوانين والقواعد التي تحكم المنظومة الصحية لم يعد يصلح أن يطبى بالناس وفق قواعد كانت تستخدم في 45 و65 و55. إحنا محتاجين إلى قوانين تصلح لأن تطبق في 2016، وده جزء أساسي من دور البرلمان كبرلمان ولجنة الصحة على وجه الخصوص. قانون 65 ده اللي بيتكلم على ان في اعضاء من الاتحاد الاشتراكي الاتحاد الاشتراكي. لا، وهدي لحضرتك مثال تاني في قانون تاني، انه قانون مداولة مهنة الطب بيقول انه اللي بيمارس مهنة الطب بدون ترخيص، يعني ما معهوش مؤهل ولا مرخص له، يحكم عليه بإحدى عقوبتين: يا اما يتسجن 2 سنين، يا اما على التخيير وليس على الالزام يدفع غرامه 200 جنيه. فحضرتك لو معاك 1000 جنيه ممكن تفتح 5 عيادات وانت لا تملك اي مؤهل طبي. وما اكثرهم، يعني ده موجود كتير يحكمنا. وبالتالي نحن بحاجه الى قوانين وقواعد حاكمه تعالج القصور وترسم لنا الطريق، وعلى راسها قوانين التامين الصحي الاجتماعي الشامل، قانون المسؤوليه الطبيه. بمعنى ايه المسؤوليه الطبيه؟ يعني النهارده حضرتك من الذي يحدد الخطا المهني الطبي؟ مظبوط. الحقيقه في مصر الاعلام. طب يعني الحمد لله ان في حد بيحدد. وسائل التواصل الاجتماعي. لكن في اي مكان هناك لجان فنيه متخصصه مسؤوله عن تحديد الخطا الطبي، ده خطا ولا ده اهمال ولا دي مضاعفه. يعني الناس النهارده بقت بتتعامل مع انه لو واحد راح المستشفى والدكتور كشر في وشه بقى اسمه اهمال طبي، والحقيقه ده مش اهمال طبي. وبالتالي نحتاج الى قانون يحدد المسؤوليه الطبيه، حدودها، ضوابطها، من الذي يجرم، من الذي يخطئ، ما هي العقوبات. ممتاز. انا لانه برضه لا يرضى، احنا بنحس بالقهر كمرضى بقى، مش بتكلم كطبيب، كمريض، لما الاقي انه دكتور نسى الفوطه في بطن المريضه وفي الاخر خد عقوبه 3 أيام خاص. تمام، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور حسام عبد الغفار امين عام اللجنه العليا للمستشفيات الجامعيه. يمكن فاضل لي حوالي 5 دقائق، عايز اسمع اجابات سريعه من حضرتك.
على اللي قاله الدكتور حسام، احنا عندنا مشروع بقانون مقدم من نقابه الاطباء هنتبناه كلجنه للمسؤوليه الطبيه، دي هنشتغل فيها، لان طبعا كلام فعلا يعني لازم يتغير. الادهى من اللي قاله الدكتور حسام الحقيقه، وانا سعيد باللي قاله، انه عندنا قانون في الادويه من سنه 1955 بيغرم تهريب الدواء، يعني الدواء اللي يجي متهرب ويتمسك انه متهرب بيغرم 10 جنيه. ده كلام كل البرلمانات السابقه، كل البرلمانات السابقه وعدت عليه مرور الكرام. انا مش عارف في حاجه، انا مش فاهم، يمكن احنا هنفتح حاجات كتير قوي فهنتعب، لكن اللجنه عندها استعداد تشتغل حقيقه يعني، وبنشتغل. فال10 جنيه النهارده يعني اعتقد ان الراجل وهو رايح يهرب هيدفع ال10 جنيه الاول ويروح يهرب. اه مثلا يعني 1000 جنيه يا سلام، خد لك مليون 10. فكلام غريب جدا ان غرامه 10 جنيه وهكذا. يعني في قوانين من 55 و65، تسعيره الادويه اللي كانت موجوده واترفعت شويه من 95. يعني من 95 ل 2016 الادويه سعرها ثابت. لا طيب طيب فيما هو متعلق بقانون 65، ما هو ده يعني بص ينص على ان اعضاء في مستشفيات الجامعيه في مجلس امناء، ما عادش في مجلس امناء المستشفيات الجامعيه يبقى فيه حد من الاتحاد الاشتراكي. طب انا اجيب الاتحاد الاشتراكي منين؟ واجيب يعني خلاص الكلام ده انتهى ومفروض ان يجاب. هل صحيح ان مدير المستشفى الجامعيه لا يملك ان يضع قواعد منظمه للاساتذه والدكاتره اللي بيشتغلوا في لا 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 الجامعه على فكره برضو ملوش سلطه على الدكاتره؟ لا يا فندم، ده قانون 49 المنظم للعمل في المستشفيات الجامعيه بيدي للمديرين وللرؤساء والمجالس التاديبيه في الجامعات سلطه اكبر بكتير جدا من السلطه في الصحه. والسيد وزير الصحه بيطالب، والحقيقه احنا هنحاول ننفذها، بيطالب اللجنه عندنا ان احنا نطبق قانون 49 بتاع المستشفيات الجامعيه على المستشفيات الحكوميه على الصحه. لتقدر هنا في الحاله دي المسؤول يعاقب التابع له او الرئيس يعاقب المرؤوس بالنسبه له. فده معناه ان المستشفيات الجامعيه اكثر التزاما وبرضه احقاقا للحق. المستشفيات الجامعيه بتقوم ب 66% من خدمه طبيه للحالات الصعبه والحالات الحرجه والحالات ذات المهاره. لو مش موجوده المستشفيات الجامعيه وبتؤدي خدمتها للمواطن هنتكشف تماما صحيه، لان وزاره الصحه مش هتقدر تؤدي الدور اللي بتاديه مستشفيات الجامعه. عشان كده الخطوه اللي قالها الدكتور هشام عطا خطوه رائعه جدا، واحنا بنتبناها وبنسعى فيها وبنعمل جهدنا، ان تتزاوج المستشفيات الجامعيه والجامعات وكليات الطب في كل الاقاليم مع الصحه في هذه الاقاليم. لو حصل هذا التزاوج هيبقى الخبره والمهاره والفن الكلينيكي اللي هو السريري عند المستشفيات الجامعيه وعند اساتذه الجامعه ينقلوه الى العاملين في قطاع وزاره الصحه، هيرتفع مستوى الاطباء في وزاره الصحه بشكل ملحوظ جدا، وفي نفس الوقت هيبقى في خبره بتروح لغايه المواطن عنده في بلاده، يعني في القرى في الريف، مش في القرى، في المدن الصغيره، انقل استاف جامعه، انقل مدرسين، انقل اساتذه مساعدين، انقل تنقل خبرتها للصحه هناك وتعالج المريض. دي بدات السنه دي الحقيقه وباتفاقيات مع الجامعه او بعض الجامعات على حده، وده اتمنى انها تستمر، لانه في الاخر المريض مستفيد من هذا. تمام. كل القرى كثير، بلاش اقول كل، كثير من القرى عندهم وحدات صحيه اللي هي كانت مستشفيات تكامل. هي مش مستشفيات تكامل، ده اللي هم بيستخدموها دلوقتي طب الاسره. ما هي اتحولت بقرار بقرار بالظبط كده، يعني هو يعني دي تعتبر ثروه مهدره. طبعا هي كلها حاجات موجوده، مباني كويسه جدا، 377 مبنى دلوقتي في مختلف محافظات مصر، والمستشفيات دي مش موجود فيها حاجه خالص، لا شغل ولا حاجه، فيها وحده صحه اسره بعضها مش كلها تحولت الى وحده صحه اسره وطفل ورعايه طفل، بتطعم بتتابع الحامل حاجات زي كده. احنا الحقيقه عملنا برضو مبادره من اللجنه في هذا الموضوع، ودعينا الوزير ودعينا كل المهتمين بالكلام ده، واتكلمنا على المستشفيات التكامليه وحطينا 8 اقتراحات لتطوير هذه المستشفيات، وفي نفس الوقت اتحط اقتراح في اللجنه اخذ بيه الوزير فورا ونفذه الحقيقه، وكان ده برضو رد فعل سريع، انه تكون لجان في كل المحافظات من اعضاء مجلس النواب جميعهم في المحافظه دي مع وكيل وزارة الصحة في هذه المحافظة مع محافظ هذا الإقليم مع المكتب الفني لوزير الصحة، ونشوف هنطور المستشفيات التكاملية دي. مستشفى ممكن يتعمل مستشفى تخصصي مثلا للحوادث اللي على الطرق، يتعمل مستشفى حوادث واصابات طريق وكلام من ده، والناس عندها استعداد تتبرع، والناس عندها استعداد تتبرع، والناس عايزه مستشفياتها في البلاد. كان وانا ايه اللي يخليني اسافر واسيب المكان بتاعي المركز بتاعي كان ممنوع القريه بتاعتي انك تتبرع وتعمل مثلا وحده غسيل كلى وحاجات من دي في مستشفى قاعد ما بيخدمش خالص، كان ممنوع. الحقيقه برضو حاولنا تبقى استثناءات الاول، دلوقتي خليناها بقت
مشاعر، اللي عايز يعمل واللي عايز يتبرع هنظبط المستشفى ده يشتغل كده. في مستشفيات قايله للسقوط فدي هتزال، وفي مستشفيات هتشتغل، وفي مستشفيات اقدر اعمل فيها. وخدنا قرار مثلا في معظم المحافظات انه يبقى في حاجه اسمها خدمه اخصائي في كل المستشفيات دي، بمعنى ان يبقى في عندي عياده جلديه وعياده اطفال وعياده نساء وعياده رمد وعياده انف واذن وكذا عياده في هذه المستشفيات في القرى، عشان حضرتك لما احتب حاجه مهمه جدا لو اتعملت دي المستشفيات العامه والمركزيه هتشتغل بالظبط كده، لان هي مش قادره تشتغل بالظبط، بيروح لها كل بدل ما يجي لي 50 هيجي لي 10، هيجي لك 10، فهقدر اعمل معاهم شغل. هي دي مشكلة إجهاض الخدمة الصحية. أنا دايما بقول الخدمة الصحية في العالم كله هرم، قمة الهرم اللي فوق خالص اللي هي التيرشري ميديكال سيرفيس، اللي هي ايه؟ الحاجه اللي ذات مهاره مستشفى كذا للسرطان، مستشفى كذا للسمعيات، مستشفى كذا للعيون، اللي حاجه فيري سبيسيفيك وفيري يعني حاجه عاليه دي فوق خالص. تمام. ودي تبقى فين بقى؟ في المدن الكبيره جدا، في القاهره اسكندريه مش عارف ايه كم مدينه كده، تحتيها على طول السكندري اللي هي المستشفيات اللي بتشتغل او في كل سوري او في كل المستشفيات الجامعيه برضو بتديني الثلاثي، اللي تحتيها الثنائي ده اللي هو مستشفيات عامه مركزيه في المدن الصغيره، في المدن الصغيره البرايمري ده اللي هي حضرتك تنزل تفتح شقتك او تنزل تفتح بيتك تطلع 10 متر تلاقي مستشفى بالظبط، اللي هو اول مستشفى يقابلك ده يبقى فين؟ في القرى، في الاحياء، في الحاجات دي كلها اللي هي وحدات صحيه بتخدم اي واحد عنده سخونيه، واحد عايز اتعور عايز يتخيط بالظبط، مش لازم تروح لمستشفى عام وعطل. فهي دي بدايه اللي بنشتغل عليها دلوقتي مع الوزاره في المستشفيات التكاملية التلتمية. لو عملوا الخدمة دي تمهيدا للتأمين الصحي أنا بوفر على العام والملتزم. فاضل لي دقيقتين، إمتى نقدر نقول إن المتوفي يتبرع بأعضائه للحي؟ إمتى يكون في هذا القانون؟ اتمنى ان احنا هنشتغل في القانون، والقانون في مشروع بقانون مقدمه الدكتوره ايناس عبد الحليم عندنا وكيله اللجنه، والحقيقه هي شغاله في هذا الموضوع لانها عامله بنك التبرع هناك في جامعه المنصوره، وهنشتغل في هذا الموضوع. وانا اول واحد هقول انا متبرع بكذا كذا، وهحط على عربيتي ان انا متبرع بكذا، يا ريت حضرتك تتبرع زيي، بس عايزين يتفق في هذا. على ايه بقى؟ لا عايزين يتفق في هذا الاطباء واهل الدين والفقه. لو اتفقنا على كده الاطباء مع اهل الدين والمشوره والراي والفقه. تمام. العلماء والمشايخ والازهر الشريف، العلماء الطب وعلماء الازهر الشريف وعلماء المشايخ، ردوا بالرد يعني ولا ردوا بال لا احنا عايزين رد صريح يحفز الناس، والا مش هنقدر. يعني مش هنقدر نخش في هذا الموضوع الا اذا اتفق الاطراف دي كلها والاعلام. بس طبيا هذا مفيد، طبيا هذا مفيد طبعا جدا. وفي يعني انا عندي مثلا مشكله معينه، انا استاذ عيون القرنيه مثلا، عضو لا دم فيه ولا حياه فيه، يعني عضو ما بيعتبرش انت بتنقل عضو من عضو، ده عضو زي الضفر. فاذا المفروض انه ياخد اجازه بنقل. احنا النهارده بنعمل القرنيه بتتكلف مثلا 20,000 ولا 18,000، بينما كان زمان بتتعمل ب 340 جنيه قبل ما يصدر قرار منع بيع الاعضاء. ليه؟ لان احنا بنضطر نجيب قرنيه، وده معلومه لازم الناس تعرف، من امريكا يا فندم. يعني المواطن المصري مش موافق؟ طبعا كان في رفض لهذا الموضوع دلوقتي. لابد ان يبحث الموضوع من جديد تاني، ويبقى في قرار يعني او راي، فتوى واضحه المعالم. فتوى واضحه المعالم من دار الافتاء المصريه، ومن واضحه نشتغل عليها كاطباء وك لجنه صحه في البرلمان، واحنا قدامنا الضوء الاخضر من الهيئات الدينيه المختصه. في 10 ثواني كده، اخبار موضوع لبن الاطفال ايه؟ اعتقد انه هيتحل خلاص قريب، لانه هيبقى في منافس، في 155 منفس معمولين لتوزيع لبن الاطفال، وهيبطل لبن الاطفال المدعوم يبقى يروح ناحيه الصيدليات كلها، وهيتوزع من خلال هذه المنافس على المواطنين، فهتتحل. بالاضافه لانه كان في مشروع طوابير بقى كتير بقى يا دكتور. طبعا طبعا احنا عندنا نقص الادويه، لا لما انا في الادويه ده عايز 10 حلقات، لان عندنا الادويه الحقيقه برضو من اهم الملفات، ومن الملفات اللي لابد احنا، انا جاي دلوقتي فورا من لجنه لمناقشه مشاكل الادويه، متشكله من برئاسه رئيس وزير الصحه، ومتشكله بقرار من رئيس الوزراء من اسبوع، نحن نخلص من موضوع الادويه ده، لانه فعلا موضوع مهم جدا جدا جدا. تدي لوزير الصحه كم من 10؟ في او من 100 زي ما حضرتك. لا هو حرام انك تحكم على وزير الصحه ده او اللي قبله او اللي قبله او اللي قبله بتراكم 30 40 سنه بصراحه. دي والوزير اللي جاي اللي هيجي بعده دي مش مشكلتي، هيقول نفس الكلام، هي نفس الكلام، هيقول نفس الكلام. فهو الوزير مطلوب انه يغير فيجن ويبدا يشتغل، وهو بيحاول يعمل كده، لكن طبعا كل هذا القصور مش مسؤوليه وزير الصحه الحالي
ولا وزير الصحه اللي قبله ولا اللي قبله ولا اللي قبله، لكن ممكن يبقى نتيجه وزير وقف مثلا المستشفيات التكامليه، عملت لنا وقفه شويه، انما هي تراكم فوق مشاكل. فوق 50 ولا تحت ال 50؟ لا 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 فوق 50. فوق 50؟ فوق 50 بكتير. لا 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 لا, لا الحقيقه بص، هو صاحب قرار ودي ميزه. صاحب قرار احيانا القرار يبقى سريع، ما هياش ميزه قوي، لكن هو صاحب قرار. وانا الحقيقه ما كنتش محتاج وزير متردد، يعني انا مش عايز وزير ايده مرتعشه. والناس كمان مستعجله، والناس حاجات مستعجله، حاجات هو عليها هو انا كتير. انا لس يعني المفروض مش في حيز ان انا ادافع، لكن انا بقول لك ان هو بياخد قرار لما بيلاقي حاجه قدامه بيشوفها بياخد قرار فوري، وده شيء طيب جدا. المطلوب بقى تغيير استراتيجي، عنده حاجه لابد ان يشيد بيها حتى لو لسه ثانيه واحده. الحقيقه قلت له عليها في اللجنه عندنا، انه عامل مكتب فني من الكوادر اللي هي ايه 30 35 شباب ماكسيمم، شباب عنده مجموعه كده، اعتقد دول قيادات جايه، واعتقد اللي يبدا يفكر بهذا الشكل يعني هيستفيد علم وتكنولوجي وحاجات من دي، ممكن تعمل لنا فيجن كويس. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور مجدي مرشد، عضو مجلس النواب ورئيس لجنه الصحه بالبرلمان. خلي عيونكم على الدكتور مجدي مرشد ووزير الصحه، الكلام جيد، النوايا كمان طيبه، ما حدش يقدر ابدا ان هو يشكك فيها، تنفيذ على الارض هو ده الحكم والفيصل في النهايه. بشكر حضرتك وبشكركم مشاهدينا على المتابعه. تحياتي وفريق البرنامج، الى اللقاء.